الردود رسمية بعد عن الوزارات الشاغلة في العراق، ولا أحد يجرؤ على تسمية نفسه لها. فالخلافات بين الأحزاب لتمرير أسماء مرشحيها عقدت المشهد السياسي، بل إن بعضها بات يلوح بإمكانية عدم استمرار الحكومة الحالية إن لم يحسم هذا الملف قريبا. ما زالت هناك صراعات قائمة، لن يستطيع هذا التوافق حل هذه المعضلة، وإن كانت بيدهم عملية الإجهاز على هذه الحكومة أو عملية الارتقاء بها. دخول مفاجئ لهيئة المساءلة والعدالة على خط الجدل الدائري في العراق أربك الموقف بالكامل، لا سيما بعد شمول عدد من الأسماء المرشحة لتلك الوزارات بإجراءات المنع من استيزارهم في حكومة لم تكتمل بعد. بموازاة ذلك، فإن مغادرة رئيس الحكومة عبد المهدي ميدان التوافق مع الكتل السياسية في اختيار أسماء مرشحيه لما تبقى من الوزارات الشاغرة قد يكون بعيدا عن واقع العملية السياسية التوافقية في البلاد. وفقا للدستور العراقي، فإن أي مخالفة ليست موجودة في حكومة عادل عبد المهدي، على اعتبار أن وزارته قد تخطت الحد المعين في اختيار الوزراء، وأن بقاء الوزارات الشاغلة أو إدارتها بالوكالة أمر طبيعي، لكن ضغوط الكتل السياسية ربما هي من ستدفع عبد المهدي إلى تقديم تلك الوزارات في جلسة المقبلة للبرلمان العراقي. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.